اخوي عبد الله من المتسابق محمد مفلح شهران. حياك الله اخوي محمد. الله يبقيك. جاهز نشوف المقطع؟ جاهز. توكلنا على الله. والله لو تجي دقة القداس يصد. وشكم؟ اني اضحك. ولد. لا لا لا. اوكي. دخت. ورع. ماجد. سوى مقلب ولا صادق؟ ولد. واحد يدي عليه شوف اذا انه صادق ولا لا. ولد. الله يوفقك. اربعة. اخو سوى. ولد. ما ادري. مع السلامة خلاص كذا. طيب شفنا معاك المقطع اخوي محمد. الله الله. طيب رايك على المقطع؟ رايي في المقطع انه مقلب خفيف ما فيه يعني اي مشكلة يعني مقطع مقلب خفيف كذا. يعني انت تؤيد المقالب؟ انا ماني مؤيد للمقالب بس مقطع زي كذا عادي بس انا عن نفسي ما احب المقالب ولا اسويها. يعني انت ممكن ما مستحيل نشوف محمد يسوي مقلب. يعني انا طبيعتي ما اسوي مقالب الصدق. بس تشوف الامر انه طبيعي يعني. بس لا بعضهم يمكن يخاف لانها تظاهر انه تعب، بعضهم يمكن يخاف يمكن شيء يتعب او شيء من يمكن يجيه شيء من خويه اللي طايح. بس دامه قام بسرعه ما عليه اموره طيبه. طيب ما تشوف ان المقالب بعض الاحيان ان يعني ممكن الشخص فعلا يصيب في حاله اغماء واصحابه يحسبونه مقلب ويخلونه وتكون العواقب يعني وخيمه؟ صادق من ذا هذه سلبيه في المقالب انك تكون متعود على الشخص يسوي مقالب وبعض المرات يمكن يكون صادق وانت ما يمكنك تحسب انه مقلب. بس على كل حالتين سواء مقلب ولا صادق خليك معه. تمام يعطيك العافيه اخوي. الله يعافيك. كفيت ووفيت. معنا المتسابق فهد محمد الدوسري. حياك الله اخوي فهد. الله يبقيك طول عمرك. جاهز نشوف المقطع؟ اي نعم جاهز. توكلنا على الله. بسم الله.